محدش هتقدر عليا يا سوبر ماريو، انا برضو الوحش العملاق. لا 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 لا، ده كلام في الاحلام. Here we are, palace doors. Big bang boom. الوحش، اخيرا لقيتك. طيب تعالى بقى خد في دماغك علشان نخلص منك. ايه ده، انت قوي جدا كده ليه؟ انت ما بتموتش ولا ايه؟ ايه ده، طيب هجرب معاك الضربه دي. ايه ده ايه ده، ده انت شكلك قوي قوي. ايه ده، انا سلحف العملاق، مش هتقدر عليا يا سوبر ماريو. لا يا عم، خد بقى الضربه دي وهجرب معاك اخر القوه بتاعتي. الحقني الحقني يا سوبر ماريو. ايه ده، الاسد سيمبا؟ خير يا اسد سيمبا، في ايه؟ ابني الصغير اتخطف، في وحش عملاق خطفه، ارجوك ارجوك انقذه. يا خبر يا خبر، حد كده يخطف ابن الاسد سيمبا وانا موجود؟ يلا بينا. خلصت يا واد يا سيمبا تنظيف الكهف بتاعي؟ ايوه يا عمو الوحش، انا نظفته كله خلاص. برافو عليك يا حبيبي، يلا بقى يا حبيبي علشان هنروح كهف تاني وتنظف الكهف التاني، علشان باباك سيمبا زمانه جاي للكهف ده وعارف مكانك، لازم اخبيك في كهف غير ده. يا خبر يا خبر، بابا عارف مكاني والكهف ده هيخبيني تاني، اعمل ايه دلوقتي؟ يلا بقى يا سيمبا، مش عايز كلام كتير، قدامي. مشي سيمبا الصغير مع الوحش العملاق وهو خايف جدا، بس في نفس الوقت فكر في فكرة ذكية جدا علشان بابا يلاقيه. جمع شوية طوب وهو ماشي وفضل يرميهم ورا بعض ورا بعض علشان بابا يعرف الطريق بتاعه. فضل يجمع في الطوب لحد ما وصل لحد المكان اللي الوحش هيوصل فيه من غير ما يشوفه. نورت يا سيمبا الكهف الجديد، اما نشوف بقى باباك الاسد الكبير هيلاقيك ازاي يا حبيبي. هو ده المكان يا اسد سيمبا اللي انا شفت الوحش طالع منه وداخل لابنك سيمبا، هو ده المكان اللي مخبي فيه. طيب يلا يا سوبر ماريو، ادخل وخلصنا من الوحش العملاق. اوامرك يا اسد سيمبا، ده انا هخلص عليه. ايه ده، المكان فاضي مفيش فيه اي حد، يبقى اكيد هربوا وراحوا المكان تاني، انا لازم بسرعه اروح ادور عليهم. للاسف يا اسد سيمبا، الكهف فاضي مفيش فيه اي حد. يا خبر يا خبر، امال سيمبا ابني راح فين؟ احنا لازم ندور عليه. ايه ده، شايفين الطوب اللي على الارض ده؟ اكيد سيمبا ابني اللي رميه علشان نعرف طريقه، انا علمته الطريقه دي من زمان. يلا بينا نمشي ورا الطوب ده. فعلا فعلا فكرة كويسة جدا يا اسد سيمبا. برافو عليك يا سيمبا يا ابني انك سايب لنا الطوب كده، سيمبا طلع ذكي زي بابا. يلا بينا يا سوبر ماريو بسرعة ننقذه، الطريق طويل جدا. الطريق انتهى هنا يا اسد سيمبا، يبقى اكيد هو ده الكهف اللي فيه ابنك سيمبا، انا هدخل دلوقتي وهقضي على الوحش العملاق. ايه ده ايه ده ايه ده سوبر ماريو، يا نهار ابيض، انت جاي تعمل فيا ايه؟ جاي اقضي عليك يا وحشي عملاق وخلص سيمبا الصغير منك. يلا يا سيمبا اخرج لباباك مستنيك بره. متشكر جدا يا سوبر ماريو. مش هتقدر عليا يا سوبر ماريو، انا برضو الوحش العملاق. لا 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 لا، ده كلام في الاحلام، انا سوبر ماريو محدش بيقدر يقاومه. شفت شفت الضربة اللي انت خدتها دي؟ اديك نمت في الارض يا فالح. طيب انا قايم لك اهو، تعالى لي بقى. لا 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 لا، خد الضربة دي كمان، خد كمان. ها
اديك نمت في الارض يا فالح وما قمتش، خلاص كده انا قضيت على الوحش العملاق. انا متشكر جدا يا سوبر ماريو، انت فعلا قوي جدا وشجاع وانقذتني وانقذت ابني. خلاص يا اسد سيمبا انا قضيت على الوحش العملاق، يلا بينا نروح بقى الغابة السعيدة. متنسوش يا اصدقائي تعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك في قناة حواديت نوها علشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفعلوا الجرس.